كان كيتصحاب لي انت مطوره وذكيه توريه صاغي كان كيجيب لي الله على رسام. ايوا الا كان واحد بحال هذا قدر يدير فيك هاد الحاله يعني مازال ما كتعرفيش تخمي بعقلك مازال ما عارفاش كيفاش غادي الدنيا. انا ما كنت هضرها بلا على من غنهضر عمر كيفاش بغيتي نقنعك بلي هذاك ما كيصلحش ليك انتي ما كتعرفيناش عمر ماشي يلا عرفتو البارح دوزنا بزاف د الحوايج مجموعين ودازو علينا بزاف د الحوايج بجوج كتبغيه كتبغيه كيفاش لقيتي الوقت تبغي واحد بحال هذاك انا ما كنحاولش نقنعك بشي حاجه انا هي كنشرح ليك واخا عمر موت هاد الشرح ماشي ضروري وانا كنسمع الهضره اللي كتقولي لي غا هو مرة بحالك ملي تكون باغا تحقق الاحلام ديالها ما خصهاش تكون مع شي واحد اللي يبقى لاصق فيها وراجعها للور. عمر عمرو ما كان عمر عمرو ما غيخليك تزيد لقدام فريت با دو ميم كاليب ماشي نفس النيف ويمكن نهار تلاقيتي بيه النهار الاول كنتو بحال بحاله ولكن هربتي عليه بزاف بابا عرفت كيفاش باغي تهضر معايا بنتي بغيتك تفهمين انا بابا غنفهم حتى شي حاجه بابا عافاك غير حسوا بيا شويه راه ما نقدرش نخون راجلي سفيان بنتي الله يرضي عليك سفيان مات الله يرحمه وبلاصتو راه بقات قداش وحنا راه حنا بقى فينا عمرنا ما غادي ننساو وعمرنا ما غننساو بان سفيان هو بوات نعمه ولكن بنتي الله يرضي عليك شن ندفنوا راسنا كلنا بحال هكا وحنا حيين ايوا واش هادشي عارفاكم ما غاديش تقدروا تفهموني ولا تحسوا بيا ما عارفين